عام بعد عام تتناقص مكونات المائدة الرمضانية لعائلات سورية عدة تبعا لمضاعفات الأزمة الاقتصادية في البلاد وغلاء المعيشة، وحدها حلوى الناعم الشعبية من الأطباق الصامدة جراء ثمنها المنخفض مقارنة مع باقي الحلويات. والناعم أو خبز رمضان كما يطلق عليه أيضا مزيج من الطحين والماء والزيت بشكل أساسي، يقلى في الزيت المغلي على شكل أرغفة، ومع أن تصبح مقرمشة يتم وضعها جانبا وتزين بدبس العنب أو التمر الذي يعطي للطبق نكهته. على زمان جد أجدادنا وأبانا مشتري الأكلة نتحلى فيها، أول شيء طيبة وسعرها مقبول، باقي الحلو سعره غالي ما بيطلع بإيد الواحد يشتريها، ما هي سعرها طيب ومقبول. ويبلغ ثمن رغيف الناعم في أسواق العاصمة حاليا نحو 2500 ليرة سورية، أي أقل من دولار واحد، وهو مبلغ تستطيع غالبية العائلات تحمله مقارنة مع أسعار معظم الحلويات الأخرى التي يتدرج فيها سعر الكيلو الواحد من 10,000 ليرة سورية وصولا إلى 50,000. أسعارها يعني مقبولة مع الكل، مع الفقير ومع الغني. يعني هلأ في عندك فقير بقول لك لا بشتري لي كيس ناعم حقه 2500 أو 3000 ليرة، أحسن ما أشتري لي مثلا صفط بقلاوة أو صفط أسطيات هدلون الأشاطي يعني 30 و 35 ألف. وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة أفرزتها 10 سنوات من حرب مدمرة وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلا عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر بينهم رجال أعمال أموالهم، ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر وفق الأمم المتحدة.